الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. في خاتمة هذه الآيات التي تناولت حال أهل الكتاب، وهذه نهاية قصة وفد نصارى نجران وقصة المسيح صلى الله عليه وسلم وما تعلق بها من فوائد من سورة آل عمران، بيّن سبحانه وتعالى صفات المؤمنين الصالحين من أهل الكتاب، وذلك تحفيزا للمؤمنين على أن يتشبهوا بمن سبقهم من أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، فيعلموا أن المنازل العالية إنما تنال بصفات جميلة وأعمال صالحة. فلا بد إذا أردنا أن نكون من الصالحين أن توجد فينا هذه الصفات، وكذلك لنعلم أن ما ورد وما سبق من ذم أهل الكتاب فلا يقصد به من آمن منهم كما بيّنت هذه الآية الكريمة. وقد ذكرنا أن في قوله تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، تفسيران، منهم من يفسر ذلك على أن هذا من صفات مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وغيرهم ممن أسلم وآمن من اليهود والنصارى وكانوا واستمروا مقيمين للصلاة مؤمنين
بالله واليوم الآخر، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مسارئين في الخيرات. والقول الثاني أن المقصود بأهل الكتاب أهل القرآن، وهم هذه الأمة التي تصلي وتقيم دين الله سبحانه وتعالى، تقيم عبادته في وقت لا يعبده غيرهم فيه كوقت صلاة العشاء خصوصا في آخر وقتها. فإن أحدا من أهل الكتاب لا يذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، وأن الآيات نزلت في صلاة العشاء عندما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس من أهل الأديان من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. والصحيح أنها والله أعلى وأعلم نزلت في أهل الكتاب، ومن سار على طريقتهم واتصف بصفاتهم من هذه الأمة استحق ما أثنى الله عز وجل به عليهم، بل إذا كانوا أكثر منهم في إقامة الحق استحقوا من الثواب أكثر مما استحقوه. ولذلك وإن كانت الآية نزلت في أهل الكتاب المتقدمين، إلا أنها تشمل بمعناها بالعلة التي مدحوا من أجلها أهل الإسلام القائمين بهذه الواجبات والمستحبات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض في الحقيقة بين نزول الآيات في مدح أهل الإسلام وبين أنها نزلت، والسياق يدل على أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن أهل الإسلام بفضل الله عز وجل أعظم اتصافا، أو منهم من هو أعظم اتصافا بصفات المدح المذكورة من طوائف أو من أهل الكتاب ممن آمن منهم، بل ما أفضل هو الصحابة رضي الله عنهم أفضل ممن صحب الأنبياء السابقين، وهذا أمر لا شك فيه. فخير من صحب الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم، قاموا بالحق أكثر مما قام به من قبلهم. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن الكافرين الفريق الآخر لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، بيّن سبحانه وتعالى حال المتقين الصالحين وأنهم يسارعون في الخيرات وأنهم من الصالحين وأنهم ما فعلوا من خير فلن يضيع عليهم ولن يكفروه، وهو عز وجل عليم بهم وبكل المتقين. ثم بيّن سبحانه وتعالى حال الفريق الآخر كما ذكرنا من الكفار، فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وهذا فيه إشارة إلى أن الكفار كفروا من أجل الأموال والأولاد، باعوا دينهم بعرض من الدنيا، فهذا الذي كفروا بسببه لن يغني عنهم شيئا، كفروا لجمع الأموال، كفروا لتظل وجاهتهم ووجاهة أبنائهم بعدهم. وكما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلما كانت رغبتهم في الأموال والأولاد هي التي أدت إلى كفرهم، بيّن عز وجل أنهم لن تغني عنهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وضرب الله عز وجل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ضرب مثلا لنفقتهم وعملهم في هذه الحياة كمثل ريح فيها صر برد، هذا البرد هو كفرهم وضلالهم وعتوهم عن الحق، هذا البرد الشديد المحرق الذي يصيب حرث قوم، فكفرهم كان بمنزلة هذا البرد الشديد، أتى على حقل أعمالهم على حرث أعمالهم فدمرها، لأن الكفر محبط للأعمال، لا ينفع مع الشرك والكفر عمل، لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل ولو كان فيما يبدو للناس صالحا مع وجود الشرك والكفر.
لأن الله قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك والكفر محبطان لجميع الأعمال، لا يقبل مع الشرك والكفر عمل قط، هذا العمل كالحرث والكفر كالريح التي فيها صر، أصابت هذا الحرث أصاب الكفر هذه الأعمال وإن بدت صالحة، وإن عاشوا سنين زهادا منفقين، لو عاشوا يعبدون الله السنة الطويلة لكن على عقيدة فاسدة حبط عملهم ودمر وضاع وهلك وهلكوا كأصحاب الصوامع الذين فسد اعتقادهم، وإن عبدوا الله سبحانه وتعالى على ظنهم مع أنهم يشركون، إن فعلوا ما فعلوا سنين طوال وتحملوا وتعذبوا وعذبوا أنفسهم، وكل ذلك لا ينفع عند الله. بل لو كان عملا صالحا محضا، وحتى لو قصدوا به وجه الله مما لا ينسخ في الشرائع لكان حابطا بسبب الكفر والشرك. أعني أن من الأعمال ما يكون منسوخا، فمن عمل بالمنسوخ كان عاملا بالباطل فلا يكون متبعا حتى ولو أخلص، مثل أن يصلوا مثلا الصلوات التي شرعت للأنبياء من قبلنا فعملهم باطل. لكن هناك من العبادات ما لا يختلف كالنفقة، فإذا تصدق الكافر بصدقات فهذا عمل، ولو كان يبتغي وجه الله، هذا عمل في الظاهر موافق للشريعة وفي النية يريد وجه الله يتقرب بذلك إلى الله، لكنه على عمل كفري وشركي، فلذلك حبط ذلك العمل بسبب كفره وشركه، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، قاله مجاهد والحسن والسدي، فقال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد الجبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم، وقال عطاء: برد وجليد، هذا عن ابن عباس أيضا ومجاهد، قال وعن ابن عباس أيضا ومجاهد فيها صر أي نار، وهو يرجع إلى الأول، فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. وهذا من الأمور العجيبة المشهودة، وكذلك التي ثبتت علميا أن هناك من البرد ما يكون حارقا ويؤثر على الزرع والثمر بل وعلى الإنسان أحيانا، مثل ما تؤثر الحرارة الشديدة، وهذا يعني أصبح له استخدامات في الطب، حتى بدلا من الكي بالنار أصبح هناك كي بالتبريد الشديد يؤدي نفس الفعل، هناك حروق ناشئة عن شدة البرد، ليس حرقا بالنار ولكن حرق من شدة البرد. ولذلك ما ذكره ابن كثير رحمه الله كلام حسن جدا، وهو جمع بين الأقوال ليست متناقضة ولكن متلازمة. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسه فألكته، أي فأحرقته، يعني بذلك السفعة إذا نزلت على حرث قد آن جذاذه أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها، يمحق الله ثواب الأعمال وثمرة الأعمال كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
فأما إذا اجتمع إلى جانب الكفر أسباب أخر من فساد الأعمال مثل النية الخبيثة، مثل حب المال أو حب الجاه والسلطان والرياء والسمعة، أو كان هناك منفصلا أو بالإضافة إلى ذلك مخالفة للسنة، مخالفة للشريعة، فقد اجتمع في ذلك العمل محبطات، فالله سبحانه وتعالى يحبط أعمالهم بواحد منها، فكيف إذا اجتمعت. ثم ذكر سبحانه وتعالى نهيه لعباده المؤمنين عن أن يتخذوا أولياء بطانة يخبرونهم ببواطنهم، يطلعونهم على أسرارهم من المنافقين وأهل الكتاب. ودائما نلحظ في آيات القرآن كثيرا ما تذكر كفار أهل الكتاب مع المنافقين في سياق واحد، وأحيانا لا تستطيع التفريق بين من قصد من أهل من أهل الكتاب أو من المنافقين، وذلك لأن صفاتهم واحدة وأعمالهم واحدة. تلحظ هذا في هذه الآية، وتلحظ هذا في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، فهي شاملة لكفار أهل الكتاب والمنافقين. وتلحظها في سورة الحشر كما قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم تذكر الآيات صفاتهم، وأنت عندما تحاول أن تميز من المقصود بهذه الآية، الكفار أم المنافقين، تجد أن هناك صعوبة في التحديد. قال عز وجل: ثم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. من اليهود ولا المنافقين؟ الاثنان معا. نعم، لكن هناك الاثنان من الكفر فعلا، لكن هناك من يظهر الإسلام. الغرض المقصود أن هذه الآية أن صفات المنافقين متفقة مع صفات اليهود وكفار أهل الكتاب، لأنهم يوالونهم، وقد قال عز وجل: وما يتولهم منكم فإنه منهم، صفاتهم واحدة. قال: أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. حصل سقط. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تلحظ أيضا هذا المعنى في قوله في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. تجد هذه صفات اليهود أصلا، وأهل النفاق كذلك صاروا مثلهم، يفعلون هذه الأفعال، والكلام واضح. هذا كله حتى لا يعامل المسلمون المنافقين، حتى لا يعامل المسلمون المنافقين معاملة أهل الإيمان. صفات النفاق، نعم النفاق في القلب، لكن هناك صفات تظهر لا بد من أن نفهمها، لأن البعض يحاول أن يروج أمر المنافقين بأن يعاملوا كالمؤمنين في سائر الأمور، ويقول بواطنهم لا نعلمها. نعم، لكن صفاتهم الظاهرة قد ظهرت، فكيف تعاملهم معاملة أهل الإيمان؟ بل كيف تجعلهم في نهاية الأمر قادة أهل الإيمان، أو الذين يسمعون لهم ويطيعون ونحو ذلك من المعاملات، وأن يتخذهم بطانة يسر إليهم بكل أسرار المسلمين، وفي الحقيقة هو يطلع أعداء الإسلام وإن كانوا يتسمون باسم الإسلام، يطلعهم على أخطر
أحوال المسلمين ويطلعهم على عورات المسلمين، فيترتب على ذلك من الخطر والخلل والضرر على المسلمين ما لا يقدر الكفار على أن يأتوا بمثله في المسلمين. ولذلك هذه المسائل في غاية الأهمية، وبيانها من أهم الأمور، والتطبيقات العملية في حياة المجتمع المسلم حيثما كان على اختلاف الأزمنة والأمكنة، تطبيقات ضرورية لا بد أن نطبق هذه الآيات على الواقع الذي نعيشه. كما ذكرنا هناك خصال للنفاق تظهر ويعلن بها المنافقون ولا يستطيعون كتمانها في الأغلب، قلة قليلة هي التي تستطيع الكتمان الشديد، الأغلب الأعم ترد فيه الصفات فتعرف النفاق فيه وإن تسمى باسم الإسلام، فتطبق عليه قول الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ونحن المقصودون به كذلك تبعا له، فطاعة هؤلاء كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت رسول الله، قال حذيفة، قلت رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا تكلمون بألسنتنا قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال بعض أهل العلم عنهم يسميهم يقول أبناء أعدائنا منا وعبيد أعدائنا منا، منا في الظاهر وهم في الحقيقة أبناء الأعداء، هم في الحقيقة عبيد الأعداء، هم في الحقيقة جنود الأعداء. فلذلك تظهر الخصال التي بينها ربنا سبحانه وتعالى فيهم، فلا بد أن نحذر أن نتخذهم بطانة. وكما ذكرنا الآيات ذكر فيها القولان، أنها لا تتخذوا بطانة من دونكم المنافقين، وقيل أيضا الكفار، وكلاهما صحيح. قال ابن كثير رحمه الله يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم. المؤمنون يريدون نصرة الإسلام ويعدون العدد لذلك، وليس أنهم لا يشغلهم قضية نصرة الدين ولا أنهم لا يعدون شيئا لأعدائهم، لكن يريدون أن يعدوا كل ما يقدرون عليه، ولو اطلع الكفرة على ذلك لحاربونا ومكروا بنا، فلو اطلع المنافقون على ذلك لنقلوه للكفار. فهم لذلك إذا اتخذناهم بطانة، إذا أبلغناهم بكل ما نعده لأعدائنا بلغوهم، فكانوا أشد خطرا علينا. قال والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا، أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعون من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين يصيبهم مشقة ويحرجهم ويشق عليهم. ودوا ما عنتم، لا يألونكم، لا يقصرون في حصول الخبل، لا يألونكم خبالا، لا يقصرون، يبذلون كل جهد في حصول الخبل الفساد والاضطراب والتمزق والفرقة بين المسلمين، يبحثون كل وسيلة في إفساد المسلمين ولا يقصرون، يبذلون كل جهد، كما يقول أجتهد رأيي ولا آلوا، لا آلوا كذا يعني لا أقصر. فهم لا يقصرون، لا يدخرون جهدا في إفساد المسلمين، لا يألونكم خبالا، وليس أنهم يحرصون على أن يبذلوا النصح للمسلمين، بل تجد عندهم بالليل والنهار مكر وإعداد خطط وإعداد أنواع من الأذى للمسلمين، ونسأل الله العافية. ودوا ما عنتم، وهذا يلحظ أنه إذا أصابك مشقة فرح وانشرح، إذا أصابك عنت، إذا أصابك ضرر كان سعيدا منشرحا والعياذ بالله شامتا، وإذا أصاب المسلمين انتصار تجدوه حزينا كئيبا والعياذ بالله، يصفقون لانتصارات الكفار على المسلمين ويقولون
أننا قلنا لهم منذ زمن كان لابد أن يضربوا بيد من حديد على هؤلاء. وإذا انتصر المسلمون أو ظهر الإسلام في مكان أصابهم من الخلل والاضطراب والرعب، وقالوا سوف ينتقل الأمر إلينا، وسوف يضعف حالنا، وسوف يعني يحاول أهل الإسلام أن يقيموا الدين مثل ما أقاموه في يعني الموقع الآخر أو المكان الآخر. فهم في الحقيقة كل ما يؤدي إلى عنة المسلمين يحبونه، وكل ما يؤدي إلى عزتهم يكرهونه والعياذ بالله. قد بدت البغضاء من أفواههم، الكلمات تدل على كثرة البغض والكراهية، ومنهم من يصرح ويقول أنه يكره الالتزام بالدين، يكره هؤلاء الذين يلتزمون بالكتاب وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول مثلا أكره المحجبات، بعضهم يقول أكره هؤلاء السنيين، بعضهم يقول أكره هؤلاء الذين يعني يريدون العودة إلى الوراء. ما هو الوراء عندهم؟ هو العودة إلى الإسلام، إلى الالتزام بالدين. فهذا تجده مثلا إذا بدأ الإنسان يصلي يقولون له أنت تبقى منهم والعياذ بالله، إذا ترك مثلا شرب الخمر والمعاصي ومصاحبة النساء في الحرام يقولون خلاص أصبح شيخا، يكرهون ذلك. بدت البغضاء من أفواههم ويصرحون بكراهية هذا والعياذ بالله، يصرحون بكراهية العفة، يسمونها جمودا أو كبتا أو رجعية أو تخلفا، ويسمون الفساد والفجور تقدما وحضارة مدنية. فهم يصرحون بحبهم لهذا الفساد وكراهيتهم للطاعة والخير والإيمان، وما تخفي صدورهم أكبر، أخبرنا الله بذلك أنهم بالفعل يكنون كل بغضاء لهذا الدين. عندما يظهر تظهر طاعة الله عز وجل في مكان، تجدهم في قلق وفي حيرة وفي اضطراب وفي بحث كيف نبعد الناس عن هذه الطاعة، لأنهم يبغضون أهل الطاعة ويودون انتشار المعاصي، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. صفات والله تجدها بينة واضحة لا يمكن أن يختلف عليها من ينظر بإنصاف في حال القوم، وهناك من يتخذهم بطانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم. هناك من المؤمنين من لم يتدبر جيدا في الصفات، وبناء على إعلان هؤلاء أنهم مسلمين أحبهم وهم لا يحبونكم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. هذه قضية عظيمة الأهمية، الإيمان بالكتاب كله، ليس أنهم يجعلون الكتاب عضين جزء وجزء، جزء يقبل إذا وافق الأهواء والشهوات ويقال هذا حسن، وجزء آخر إذا لا يوافق الشهوات ولا يوافق ما يعجبهم ولا يوافق إرادات سادتهم وكبرائهم من أهل الكفر والعياذ بالله، قالوا هذا لا يصلح. فعندهم الكتاب لا يصلح أن يكون كله مطبقا في حياة البشر، يأخذون منه ما يوافق الأهواء، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كما فعل اليهود والعياذ بالله. أما أهل الإسلام فقد دخلوا في السلم كافة، دخلوا في الإسلام كله، آمنوا بالكتاب كله، رأوا أن هذا الدين وهذا الكتاب وهذه الأحكام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، بل لا صالح غيرها في كل زمان ومكان، وأن أحكام الله سبحانه وتعالى لا يصح أن تقسم إلى شيء يقبل وشيء يرد، نعوذ بالله، بل رد شيء منها كفر بها كلها، إذا ردها واستكبر عنها وكذبها وأباها فإنه لا يكون مؤمنا. ولذلك قال عز وجل وفي وصف أهل الإيمان وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا بالنفاق والعياذ بالله، وإذا خلوا
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يغيظهم أن يلتزم المؤمنون بالكتاب وأن يؤمنوا به علما وعملا، ومن شدة غيظهم، تأمل هذه السورة، عضوا عليكم الأنامل. إنسان لا يدري كيف يخرج غيظه فيظل يعض على أصابعه، وهي في الحقيقة صورة تدل على قلة حيلته وعجزه في النهاية. فالكفر مهما فعلوا والمنافقون مهما فعلوا فسوف يزدادون غيظا وسوف يموتون بغيظهم، لأن الإسلام سوف يظهر ولأن الله الهادي النصير، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فأعداء الله، أعداء الرسل من المجرمين، يريدون إضلال الناس ومع ذلك يهتدي الناس، ويريدون هزيمة الإسلام ومع ذلك ينصر الله الإسلام، لأن الله كفى به هاديا وكفى به نصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولذلك يموتون بغيظهم، سوف يظهر الدين ويزداد الالتزام بطاعة الله عز وجل. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إذا أصاب المسلمين انتصار وسعة وخير ورخاء ساءهم ذلك، يودون أن يكون أهل الإسلام في ضنك وشدة. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، يصفقون دائما. وكم والله رأينا المنافقين يصفقون لانتصارات الكفر على المسلمين، ويقفون في صفهم ويعاونونهم ويساعدونهم على أذية المسلمين. ثم بين عز وجل أن هذه العقبات التي يضعونها، وأن كل ما يفعلونه لأجل أذية أو عنة المسلمين وضرر المسلمين لا يضر، بشرطين: الصبر والتقوى. فإنما يؤتى المسلمون من داخلهم لنقص التقوى أو نقص الصبر، أو فقد التقوى أو فقد الصبر. إذا فقد بالكلية حصل الضرر بالكلية، إذا اكتملت التقوى واكتمل الصبر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قاعدة كلية في كل زمن وفي كل حين، قاعدة كلية، أنه إذا تخطينا العقبات الداخلية التي هي عندنا في أنفسنا فسوف يذهب كيد الكافرين في وضع العقبات الخارجية أدرج الريح. سوف يموتون بغيظهم إن صبرنا واتقينا. والله عز وجل يطمئن قلوب المؤمنين من أنهم وإن لم يحيطوا بمخططات الكفرة والمنافقين، وإن لم يطلعوا على كل ما يكتمون، فالله من ورائهم وبما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. قال ابن كثير رحمه الله: والمنافقون بجهدهم وطاقتهم، قال يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا، أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعون من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. وقوله لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم من أهل الأديان. ابن كثير فسرها بالإيه؟ بالتفسيرين. أولا بالمنافقين، اتخذ المنافقين بطانة، وقال من غيركم من أهل الأديان، إنهم من دوننا فعلا ليسوا منا. قال وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. أخرجه البخاري. وهذا فيه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعصم عباده المؤمنين. الأنبياء قد عصموا، والخلفاء ومن سار
من بعد الأنبياء على طريقهم يحتاج إلى أن يعصمه الله سبحانه وتعالى. وكيف يمكن أن يتخذ النبي بطانة تأمره بالسوء؟ لا نقول أن النبي اتخذهم، ولكن قبل أن تظهر الصفات قد لا يعلم بعضهم، وإنما يعلمهم بتكرر الأمر بالسوء والعياذ بالله. وهذا في المقام الأهم الذي لمن قام بعد الأنبياء أن ينتبه إلى خطر بطانة السوء. إذن هو قد يثق في بعض الناس وقد يعاملهم بما ظهر منهم قبل أن يطلع على صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم، فلا بد أن تنظر في الصفات والأعمال. بعض الناس يبالغ في إهمال الصفات والأعمال طالما قد أظهر الإنسان الدين والإسلام، ويهمل أن الله بين لنا الصفات والأخلاق والأعمال. فاحذر أن تكون مخدوعا بهؤلاء. نعم، لن نحكم عليهم بالخروج من دين الإسلام إلا إذا ارتكبوا الردة والكفر، ولكن احذر أن يصدروا وأن يكونوا قادة للناس في علم أو جهاد أو دعوة أو حسبة أو ولاية من الولايات، لأن ذلك غش للمسلمين. تقول قد أظهر أنه محسن ومسلم، لكن قد أظهر المنافقون ذلك، فهل جعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام قيادة سرية أو جيش؟ هل جعل لهم رواية علم أو فتية؟ هل جعل لهم صلى الله عليه وآله وسلم ولاية من الولايات؟ وهل جعل لهم الصحابة ذلك؟ وهل وقع الخلل في أمة الإسلام إلا لما تصدر هؤلاء، وإلا لما أغفل الكثيرون من الناس وممن استخلفهم الله، لما أغفلوا هذا الأمر فعينوا وولوا وسمعوا واتخذوا بطانة من المنافقين؟ لذلك لابد من الحذر من ذلك، لأن كثيرا من الناس لا يحسن، وربما يولي من يفسد بأعظم أنواع الفساد. عبر التاريخ كان من يستوزر أهل البدع ويجعلهم وزراءه وأعوانا يأتيه الضرر أعظم الضرر من خلالهم. فهذا ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي وزراء الخليفة العباسي الذين كانوا سببا في قتله على يد هولاكو عندما أتى إلى بغداد من في يعني على رأس جيوش التتار. عندما دخلوا وحاصروا بغداد فر إليهم هؤلاء الرافضة الشيعة وأوصوا هولاكو بقتل الخليفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودائما كان الذين يتخذون هؤلاء بطانة كانوا يجدون منهم أعظم الضرر، نسأل الله العافية. فلا بد أن ننتبه إلى أوامر هؤلاء. إذا ظهر أمرهم بالسوء، إذا ظهرت صفاتهم القبيحة، إذا ظهر ما يريدون من فساد أحوال المسلمين، فلا بد أن يحذر منهم، ولا بد أن يبتعد عن توليهم أمور الجهاد أو الحسبة أو العلم أو الرواية أو القضاء وسائر الولايات التي جعلها الله لإقامة الدين. قال: وقد رواه الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعة. وعلقه البخاري في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعة، فهو روي عن أبي سلمة عن هؤلاء الثلاثة من الصحابة، عن أبي سلمة عن أبي سعيد، وعن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم. قال: فيحتمل أنه عند أبي سلمة من عن ثلاثة من الصحابة، والله أعلم. وروى ابن أبي حاتم
عن ابن أبي الدهقان قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو اتخذته كاتبا. قال فقال قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. وهذا يدل على أن الصحابة حملوا الآية أيضا على أهل الكتاب، لأن هذا كان نصرانيا أو كان من أهل الكتاب، من أهل الحيرة كان مجوسيا. قال ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. فكيف بمن يوليهم أعظم الولايات؟ فكيف بمن يقول يمكن أن يكون رئيس الدولة عندنا زنديقا أو نصرانيا أو يهوديا أو كافرا؟ ولا أعوذ بالله، أنا أتصور ذلك مسلم، أن يكون المسلمون يتولى أمرهم كافر ولا أعوذ بالله علنا أو زنديقا منافقا، ويقول يصح ذلك عندنا لو أتت به صناديق الانتخاب، اللهم نبرأ إليك من الضلالة. والعجب أن هذه القضية في الواقع يعني معلوم أن يعني ضرر المنافقين عظيم، فكيف بالكفر إذا أعلنوا كفرهم؟ نسأل الله أن يعافي المسلمين. يقول ولهذا قال تعالى لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. عن الأزهر ابن راشد قال كانوا يأتون أنس فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن يعني البصري فيفسره لهم، لأنه صاحب أنسا فيعرف ما يقصد أنس. قال فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا، فلم يدروا ما هو فأتوا الحسن فقالوا له إن أنسا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية. فقال الحسن أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكتب على خاتمك، ومثلا الصحابة صاروا يسمون بمحمد كثيرا، فهل يكتب يمكن أن يكتب في الخاتم محمد؟ منعه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يختلط خاتمه بخاتم غيره، كما منعهم أن يكنوا بأبا القاسم في زمنه عليه الصلاة والسلام. قال وأما قوله لا تستضيئوا بنار المشركين، يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم، لا تستضيئوا بنارهم، كأنه هو مولع نار فأنت هتشوف من خلال النار إيه بتاعته، فرأي ده ليس لك في الحقيقة لأنه قريب. قال ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. الحديث له شواهد متعددة وإن ضعفه الشيخ الألباني. قال هكذا رواه الحافظ أبو يعلى، وقد رواه النسائي من غير تفسير الحسن، وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر، لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا أي بخط عربي، لئلا يتشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. صحيح. أما الاستضاء بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. ولهذا روى أبو داود لا تتراءى ناراهما، وفي الحديث الآخر من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله، هذا في عدم الإقامة في ديار الكفر، هذا حديث حسن. قال فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله اللي هو في الاستشارة والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر، والله أعلم. والحقيقة أن هذا ليس ببعيد، فإن القرب والمجاورة يقتضي كثيرا أن يظن جاره وإن كان كافرا ناصحا فيستشيره، فليس هناك اختلاف كبير بين ما رجحه ابن كثير وبين قول الحسن لا تستشيروا المشركين في أموركم، لأن من جالسهم كثيرا وبقي معهم فإنه تلقائيا
يشعر بأنهم قريبين منه وبالتالي يستشيرهم، فكانت مفارقتهم والبعد عنهم أسلم لدين المرء وأبعد عن مشابهتهم ومجالستهم. قال ثم قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذن هذا حث أن نتعقل، نتعقل الصفات والأعمال. كم تلفظ هؤلاء الكفرة بأنهم يحاربون المسلمين حربا صليبية، وأنهم يجددون الحروب القديمة من أجل نصرة الصليب، ويعلنون شعارات الحرب على أهل الإسلام بعلو الصليب والعذراء ونحو ذلك، ومع ذلك بقي من المسلمين من يقاتل تحت رايتهم. ليس فقط يستشيرهم، ليس فقط يتخذهم كاتبا، يتخذونهم كتبا، ليس فقط يستضيء بنارهم، بل يقاتلون تحت رايتهم ويعاونونهم على قتل المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وهل أصيب المسلمون إلا من جراء من أعان الأعداء؟ هل سقطت أفغانستان والعراق وفلسطين إلا بالخيانات، إلا بمن كان من أعدائنا وهو يدعي أنه منا؟ قوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرونه لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك، وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا. كما ذكرنا هذا في حق المؤمنين الذين اكتفوا بالظاهر ولم يمحصوا أو لم يطلعوا على تلك الأعمال التي يعملها المنافقون. فانتبه أيها المؤمن جيدا، ولا يغرنك إظهار الإسلام مع كون الأعمال تخالف ذلك، مع كون الصفات والأحوال تخالف ذلك. قال: وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. عن ابن عباس: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم. الله، كأن الكتاب كلام أصبح على من؟ على أهل الكتاب، كما ذكرنا هناك تنوع في الخطاب لأن صفاتهم واحدة. صفات الكفرة من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين واحدة. قال: وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم، لابد أن تبغضوهم في الله. رواه ابن جرير عن ابن عباس: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقال الشاعر: أود كما من بل حلقي ريقتي وما حملت كفاي أنمل العشرة. قال ابن مسعود والسدي وربيع بن أنس: الأنامل الأصابع، هذا شأن المنافقين، يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه، فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم فيها خالدون، التي أنتم خالدون فيها لا محيد لكم عنها ولا خروج لكم منها. ثم قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين سنة
أي جد، أو أديل عليهم الأعداء، انتصر الأعداء، لما لله تعالى في ذلك من الحكمة، كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك، فقال تعالى مخاطبا المؤمنين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله تعالى الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه. هذا آخر ما أردنا ذكره من قصة المسيح صلى الله عليه وسلم وسيرته في سورة آل عمران، وما تبع ذلك من ذكر آيات في أحوال أهل الكتاب ومعاملتهم في ضوء يعني في أحكام الإسلام، والله المستعان. وسنبدأ إن شاء الله في ذكر سيرة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن العظيم في سورة الأنبياء أولا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل المؤمن الكامل الإيمان يحب المنافقين وهو يتبرأ دائما من صفاتهم؟ كما ذكرنا بعض أهل الإيمان لا يطلع على الأعمال، يكتفي بالظاهر فقط، يقول فلان جيد، قد تكلم عنا جيدا، قد تكلم بلساننا، هو ممن يدعو إلى الله ونحو ذلك، وفي نفس الوقت يهمل ويتغاضى أو لا يعلم صفات قبيحة، صفات المنافقين، فكان التنبيه على ذلك، التنبيه بالصفات حتى لا يغتر. ها أنتم، القرآن لكل العصور، فمن أنتم؟ تشير إلى من؟ تشير إلى أهل الإيمان الذين كما ذكرنا منهم طائفة لم تحسن مطالعة الصفات والأعمال التي يتميز بها المنافقون. هل الحل لما عليه المسلمون ونصرتهم في طلب العلم، بدون طلب العلم لا يتحقق ما يراد بعد ذلك؟ طلب العلم المراد به تحقيق التقوى والصبر، تحقيق الالتزام، تحقيق التوكل على الله عز وجل، أن نكون صادقين في الالتزام بديننا، هذا بلا شك يغير من الموازنات التي هي ما زالت في صالح الكفر والمنافقين، أعني موازين القوى التي لم تتغير منذ زمن طويل لصالحهم، أدت إلى سيطرتهم على بلاد المسلمين وسوء أحوال المسلمين وضياع الالتزام من بلادهم. لن يعود هذا الأمر إلا كما عاد، كما بدأ الإسلام أول مرة ومع كل الأنبياء. لذلك طلب العلم مفتاح الخير، طلب العلم بداية للعمل، ونحن لا نكتفي بالعلم بدون عمل، لابد أن يكون علم يتبعه عمل ودعوة وصبر ويتغير الواقع. لو ولد في الإيمان في القلوب ولو في طائفة قليلة لكن أثقل من الجبال، سوف ترجح الكفة، سوف تتغير الموازين. الله المستعان. ما معنى كلمة الزنار التي قالها ابن الفارض؟ ابن الفارض يقول: وما شد الزنار سوى يدي، عايز يقول ان انا تعالى الله عز وجل، هو اللي خلى النصراني نصراني والمسلم مسلم، هو بيعتقد وحدة الوجود. الزنار ده الحبل اللي بيربطه اهل الكتاب، موجود عند الاساوسة حبل كده بيربطوه على نصهم، كان في الزمن الماضي كان فرض على كل واحد نصراني او انه يلبس ايه، زنار، يلبس حبل كده عشان يتعرف ان هو نصراني. ما معنى المخالفة للحوادث من كلام الأشاعرة في صفات الرب السلبية
يقول ربنا فيه صفات سلبية اللي هي صفات النفي، يعني المخالفة للحوادث، اللي هي يريدون ليس كمثله شيء، ولكن جعلوا هذه مخالفة للحوادث اللي هي المخلوقات يعني الشيء الحادثة، جعلوها سببا لنفي صفات الأفعال ولنفي صفات الذات غير السبع صفات التي يذكرونها، ونفي كثير جدا من الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. يقولون استوى استولى، ليه؟ لأن الاستواء من صفات الأجساد كده، والأجساد حادثة، يبقى المخالفة للحوادث تقتضي أن نقول استوى، ما تقوليش على وارتفع، لازم نقول استوى بمعنى إيه؟ استولى. واليد والعين والرجل ونحو ذلك، ولا دي شغل الله من صفات الإيه؟ الحوادث المخلوقين، يبقى لابد أن نؤولها. لماذا؟ لابد أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة على ما يليق بالله عز وجل، ولا يلزم من مخالفة الحوادث نفي الصفات، كما لم يلزم من مخالفة الحوادث نفي السمع والبصر والكلام والإرادة، فكذلك لا يلزم من مخالفة الحوادث نفي الرضا والفرح والضحك والنزول إلى السماء دون إذا بقي ثلث الليل الآخر، والاستواء على العرش كما يليق بجلاله، وهكذا. ما هو السبب الذي أدى بهذه الفرق إلى أن تعتقد هذه الاعتقادات في الأسماء والصفات رغم أن هذه الاعتقاد مخالفة لنصوص الكتاب والسنة الصريحة؟ لأنهم قدموا العقول، والعقول الجاهلة الظالمة، لأنهم جعلوا علم الكلام مسلطا على الأدلة، لأنهم دخلوا في الفلسفة واتبعوا سبيل قوم آخرين من غيرنا، فجعلوا كلامهم، اقتنعوا بأن كلامهم هو الذي يوافق العقل، وأن نصوص الكتاب والسنة لا توافق العقل، وهذا من ضلالهم وجهلهم. هل الجهمية ينفون ذات الرب؟ الجهمية الأوائل يقولون بالحلول، يقولون ذات الرب منتشرة في كل العالم، وهذا كفر. وأما من بعدهم فيقولون بأن يثبتون الذات مجردة عن الأسماء والصفات، وهذا في الحقيقة إثبات العدم. وعليك السلام عليكم. زوجها يعمل مسؤول في أحد البنوك، ليس لها دخل آخر غير مرتب زوجها، هل يجوز لها الذهاب لعمل عمرة بتلك الأموال وانتظارها في السعودية حتى موعد الحج وطول فترة الإقامة تصرف من مال زوجها؟ هذا ليس بمال طيب، لا ننصحها أن تعمل عمرة من هذا المال إلا لو كان يعمل في غير الودائع والقروض. ايه نصيحه، هل هناك سنه للدخول والخروج من البيت؟ من صلى ركعتين قبل الخروج من البيت حفظه الله من خروج السوء، ومن صلى ركعتين عند دخول البيت حفظه الله من دخول السوء، حسنه بعض العلماء، اظن الشيخ الألباني حسنه، مش عارف اقرا. ما الأدلة على شراء النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين؟ حديث رواه البخاري في باب البيع والشراء مع المشركين وأهل الحرب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل مشرك مشعان يعني طويل، فقال معه غنم، فقال أبيع عن أم هبة؟ فقال بل بيع، فاشترى منه شاة. قل هذا واستغفر الله.